سارة هلال مرحبا بك. غادي ناخذ مستمعة سكينة من فاس. سكينة عازبة أستاذ بن ساسي، الدخل ديالها هو 1800 درهم ياك؟ ما كتكملش الشهر وباغا دير مشروع، كيفان لك هادشي؟ المعادلة الصعبة. تقدر دير مشروع؟ ها؟ تقدر دير مشروع ولما ما كتكملش الشهر؟ إيوا داكشي علاش تقدر دير مشروع. والمشروع اللي غدير وهو اللي تكمل الشهر هو الأول، بعدا هذا المشروع الأول اللي خصها تخدم فيه. سكينة السلام عليكم. السلام عليكم، اش اخبارك؟ وعليكم السلام. بابا عرفتي راني فرحانه بزاف 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 فاش كنهضر معكم اليوم. ايوا اشنو رايك مال سكينه انك تفرحي سكينه اكثر في الخدمه؟ سكينه في الخدمه. راني في الخدمه كتمشي بهضره ما كتسمعكمش مزيان. حنا ما كنسمعوكش مزيان، لكن ممكن تبعدي شي مكان اللي سمعتي هي في الخدمه. غادي نحاولوا اننا نفهموا منك وناخذوا المعطيات كامله وتبقاي انت في الاستماع. اذا سكينه 1800 درهم هو الدخل ديالك؟ اها نعم. وشنو المشكله؟ شنو اتصلتي بهم؟ بصراحه هو ما كتبقاليش ما عرفتش، كتمشي لنا التخربيق. شوفي شوفي التناقض، سمعتوا التناقض ديال سكينه؟ ما كنعرفش فين كتمشي، كتمشي ليا في التخربيق. واخا ها المشكل الاول، شنو اخر؟ شنو علاش بغيتي تدخري؟ علاش بغيتي توفري؟ علاش بغيتي تنظمي الميزانيه؟ حيت يعني انا دابا كنخدم في واحد المحل ديال الخياطه. اييه. والصراحه ما عجبانيش الخدمه هنا، يعني غير كنقضي بس نحاول انني نجمع فلوس باش ندير شي مشروع ديالي الراس. في مجال الخياطه نيت ولا في شي حاجه اخرى؟ لا في مجال الخياطه نيت. في مجال. اذا انت على المكان اللي ما عاجبك، عندك يسمعوك يقول لك سير في حالتك دابا. لا لا. جميل، اذا ان شاء الله نجاوبك باذن الله تعالى. كاين شويه صداع، المهم تسمعينا ان شاء الله. أول شيء، طالما أن عندك فكرة أنك ديري عمل ديالك شيء ممتاز جدا، أنا تنقول وأنت كتابع برنامج كدير مع المصروف وصلتي لواحد النتيجة. لقاش بعض المرات ممكن المتصل تقول لك أنا ما كان داخل والو وهذه مدة وأنا كنسمع البرنامج ما حققت شي حاجة. أنا كيجيني إحساس بأن مجرد الاتصال بالبرنامج بداية التغيير. لقاش أشنو معناها أنا اتصلت بالبرنامج؟ يعني ما بقاش عاجبني سوء التدبير. علاش أنا اتصلت بالبرنامج؟ يعني ما بقاش عاجبني الحال ديالي والوضع ديالي، بغيت نكون أفضل، بغيت ندخر، بغيت نعرف فلوسي فين كيمشيو. أنا غنصح سكينة بجوج الحوايج. واحد، أنها تستعمل الورقة والقلم بكل بساطة باش تعرف فلوسها فين كيمشيو. بداية أي تغيير، بداية تدبير، بداية تغيير في حياتي هو أول شيء نعرف فلوسي فين كيمشيو. علاش؟ لأن الفلوس اللي كتاخذيها سكينة كتاخذيهم مقابل واحد المجهود كتقدميه. هذوك الفلوس اللي كتاخذي مقابل واحد الوقت كتقضيه في هذه المؤسسة. بمعنى آخر، انك فاش كتقولي ما كنعرفش فلوسي فين كيمشيو، بحال بغيتي تقولي لي انا ما عارفاش حجم الجهود اللي كنبذل، بحال بغيتي تقولي لي انا ما عارفاش القيمه ديال الوقت اللي كنخدم. والشخص اللي ما عارفش القيمه ديال الوقت اللي تيخدم وما عارفش القيمه ديال الجهود اللي كيبذل، علاش غادي يعرف القيمه ديال الفلوس اللي كياخذ؟ اذا العلامه ديال انني ما كنعرفش فلوسي فين كيمشيو دليل انك ما عطيش قيمه للفلوس. واحد، زوج، ما عطيش قيمه للجهد ديالك. ثلاثة، ما عطيش قيمه للوقت ديالك. أربعة، وهي الخطيره، ما عطيش قيمه لحياتك، ما عطيش قيمه لراسك. حنا شنو نقول في برنامج شعار هذه السنه هذه؟ انا مهم، مهم، انا مهمه. فاذا كان بصح نيت اقتنعتي سكينه انك مهمه، روح دمن زوج، راه خاصك تقطعي مع هذا الوضع هذا، والا لا استمريتي في نفس الوضع انت ما كتعترفيش انك مهمه، وغادي نقلقك. وقيلا قلت لك لا كنتي ما كتعترفيش انك مهمه، بلا ما تعاودي تسمعي لنا. وانا عارف انك حريصه على التغيير وحريصه انك ديري شي حاجه. هذا دونك انا بالنسبه لي محمد بن ساسي، وبالنسبه لنا برنامج كيدير مع المصروف، وبالنسبه للناس كلهم اللي كيتابعوك الان، انك بالفعل حسيتي انك عندك قيمه وفلوسك عندهم قيمه،
اذا نبغيك تعطي قيمه للجهود ديالك ونبغيك تعطي قيمه داك الوقت الطويل اللي كتقضيه في العمل مقابل هاد الاجر، واللي غادي يبين انك فعلا استرجعتي الثقه في نفسك واسترجعتي القيمه ديالك وفعلا اخيرا وليتي كتعترفي ان عندك قيمه، والمجهود اللي كتبذليه والوقت اللي كتدوزيه في العمل عنده قيمه، هو لما يدوز الشهر كله يسالي وفرتي الاحتياجات ديالك، لبيتي داكشي اللي محتاجه ليه ورضيتي الناس اللي عزيزين عليك الوالده ولا الوالد ولا الا كانوا محتاجين، الباقي غادا تدخريه من اجل سكينه. نعم، شكرا لك سكينة من فاس. إذا الرغبة في أنه الناس تكون عندهم مشاريع، كل واحد كيحلم أن يكون عنده مشروع خاص ديالو. هذا تغيير بصراحة، لأن أنا غادي نحرق شوية ديال المراحل. ما تحرقش أستاذ بن ساسي، ما نحرقهاش. لا 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 بالعافية، دابا من بعد ما ناخذ كريمة من ضرب.